طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى موجز الأخبار من أون لايف. وجه رئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة البدء في تنفيذ مشروعي مجمع التكرير والبتروكيماويات المتكامل بمحافظة السويس ومجمع التكسير الهيدروجيني للمازوت بشركة أسيوط لتكرير البترول. وخلال اجتماع رئيس برئيس الوزراء ووزير البترول ونائب محافظ البنك المركزي، أكد السيسي أن هذه المشروعات تسهم في تأمين احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية وتساعد في تخفيض استيراد تلك المنتجات. حدد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بفرض الولايات المتحدة أقوى عقوبات اقتصادية في التاريخ على إيران. وخلال ندوة لعرض موقف واشنطن من التعاون مع طهران، أكد بومبيو أن إيران أكبر داعم للإرهاب في العالم عبر نشر أسلحتها في الشرق الأوسط. أكد وزير الخارجية الأمريكي أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي جاء لحفظ أمنها القومي وأمن المجتمع الدولي والشرق الأوسط. وصل وزير الخارجية سامح شكري إلى الجزائر في زيارة تستغرق يومين للمشاركة في الاجتماع الوزاري لآلية الدول العربي الثلاثية لليبيا التي تضم كل من مصر وتونس والجزائر. قال بيان من الخارجية إن الاجتماع سيبحث آخر مستجدات الشأن الليبي وسبل دعم الأشقاء الليبيين على الصعيدين السياسي والأمني. أعلن الجيش السوري تأمين كامل أحياء العاصمة دمشق والمناطق المحيطة بها، وذلك بعد تطهير آخر منطقة من مقاتلي تنظيم داعش. قالت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية إن أحكام السيطرة على منطقة الحجر الأسود ومخيم اليرموك وإنجاز تنبع أهميته من القضاء التام على أشرس مكونات التنظيمات الإرهابية، إضافة إلى ضمان أمن العاصمة دمشق وريفها كاملة. على رأس الساعة تتجدد الأخبار.